أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر هذا نذير من النذر الأولي أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاء أهم
الأنباء إما فيه مزدجر حكمة